السلام عليكم، حياكم الله طلاب. اليوم موضوع محاضرتنا راح يكون على الاي بي ادريس فيرجن 4. اي بي ادريس فيرجن 4. لو نرجع وذاكرتنا لي ورا ونتذكر الاي بي ادريس فيرجن 4، كم قسم كان بي؟ كان بي قسمين. القسم الاول سميناه الهوست بورشن، او العفو الهوست بورشن، والقسم الثاني سميته النيتورك. بورشن شنو النيتورك بورشن وشنو الهوست بورشن؟ سولفنا في وقتها قبل محاضرتين او ثلاثه، وقلنا النيتورك بورشن يمثل المنطقه اللي موجوده بها الهوست، الحاسبه او اللابتوب او يعني التابلت او الموبايل، تمام؟ هذا النيتورك بورشن، المنطقة اللي موجودة بيها، وليكن يعني عندي هاي منطقة أولى، منطقة ثانية، منطقة ثالثة. فالحاسبة أو الموبايل وين موجود بيها منطقة؟ على سبيل المثال موجود هنا بهاي المنطقة، لكن بهاي المنطقة مو فقط موبايلي موجود أو مو فقط حاسبتي موجودة، لا، موجودة كذا حاسبة أو كذا موبايل موجود بهذه المنطقة. فالنتورك بورشن الخاص بالآي بي فيرجن 4 يحدد لي مكان تواجد الموبايل او الحاسبه او الهوست، بمعنى اعم موجود وين من هذني الاقسام او من هذني السب نتوركس. الهوست بورشن يحدد لي موبايلي او الهوست ماتي تحديدا وين موجود خلال هذه السب نتورك. فاحنا نعرف انه الاي بي فيرجن 4 كونسيست يتالف من تو بورشنز، فيرست وان از ذا نتورك بورشن، فالاول هو النتورك بورشن، والثاني on the other is the host portion، والثاني هو راح يكون الخاص بالهوست. زين، size of each portion is different، الحجم مع الكل، الحجم لكل شنو؟ لكل شبكة ايش راح يكون؟ راح يكون مختلف. يعني شلون؟ يعني ممكن هاي الشبكة تتحمل maximum 200 host، هاي الشبكة مثلا ممكن تتحمل maximum 32 host. أنا دا أعطي أرقام، دا أعطي أمثلة. هاي الشبكة ممكن تتحمل ماكسيمم يعني خلينا نقول 64 هوست، فبيها أقسام، بيها أقسام اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الكلاس، اعتمادا على الكلاس. يعني مثلا على سبيل المثال هذه لو كانت كلاس A، هذه لو كانت كلاس A، فعدد الهوست بورشن، طبعا قبل شوية طيت أمثلة 200 والأولى 32 والـ64 أمثلة طيت. هذه السب نتورك لو كانت كلاس A، فالكلاس A العرفة كل الزين هو 2 للأس 24. هذه لو كانت كلاس B نعرف كل الزين عدد الهوست بها راح يكون 2 للأس 16. هذه لو كانت كلاس C راح يصير عدد الهوست بها 2 للأس 8، نعرفها من المحاضرة الخامسة أو من المحاضرة السادسة، ما أتذكر بالضبط بأي شبكة، العفو بأي محاضرة ماخذيها. هنا هسه السؤال الجيد، very good question may come in mind، سؤال جيد من الممكن يتبادر إلى أذهاننا، شنو هو؟ how does computer distinguish between network and host portions؟ شلون؟ يعني أنا إذا عندي IP address، وليكن الـ IP address اللي هو 175 دوت، معناها كلاس B دوت 8 دوت 10 دوت 252 على سبيل المثال. هذا مجموعة من الأرقام. الحاسبة أو الهوست بصورة عامة شلون راح يميز النتورك بورشن عن الهوست بورشن؟ شلون؟ الجواب راح يكون and the answer is 32 decimal number called subnet mask. فالجواب راح يكون راح تقدر تميز من خلال decimal number، من خلال رقم عشري. هذا الرقم العشري إيش سميته؟ سميته subnet ماسك، اللي هو شنو؟ اللي هو قناع الشبكة. شنو هذا قناع الشبكة؟ يقول subnet mask is 32 decimal or binary form number. فالsubnet mask هو عبارة عن 32 بت، هذا إما يكون decimal إما يكون عشري أو يكون binary. طبعا إحنا راح نقرأ عشري، إحنا راح نقرأ عشري، لكن الحاسبة راح تقرأ binary. فالحاسبة the computers use، الحاسبات تستخدم السبنت ماسك حتى تسوي شنو؟ عملية شنو؟ عملية ديستينجويشنج. يعني شنو؟ يعني عملية تمييز.
بين من وبين من؟ بين النتورك بورشن من جهة وبين الهوست بورشن من جهة. فمن خلال شنو؟ من خلال ال من خلال السبنت ماسك راح أقدر أميز بين الهوست بورشن، أو الحاسبة راح تقدر تميز بين الهوست بورشن وبين النتورك بورشن. فيقول السبنت ماسك، السبنت ماسك قناع الشبكة consists of four، يتألف من أربع separated groups، أربع مجاميع منفصلة. each group، كل جروب عبارة عن 8 بتات. يعني شنو؟ يعني هذا نفس الاي بي ادريس فيرجن 4. ما الاي بي ادريس فيرجن 4 يتألف من مجموعة، مجموعة ثانية، مجموعة ثالثة، وهنا مجموعة رابعة. كل مجموعة من هذه المجاميع حجمها 8 بتات. كل مجموعة من هذه المجاميع حجمها 8 بتات. يعني شنو؟ يعني الستراكشر مالته والطول مالته بالضبط نفس طول شنو؟ الاي بي ادريس، تمام؟ نفس طول الاي بي ادريس. يقول the subnet mask represents the network portion with one binary number while the host portion represented by zero number. شنو يعني؟ يعني السبنت ماسك اذا كان هذا host portion فراح يخلي له شنو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت. ليش 8؟ هو حجمه 8 بتات، لان هو حجمه 8 بتات، كل بت يقابل شنو؟ يقابل بت، كل بت من السبنت ماسك يقابل بت وين؟ بالاي بي ادريس. هذا كلاس بي، الكلاس بي هذا هوست، وهذا العفو هذا نيتورك، وهذا نيتورك، هذا الجزء هو هوست وهذا الجزء هو هوست. ايش ده يقول؟ ده يقول انه راح نمثل بواحد المن بالضبط للنيتورك بورشن، مثلا بصفر للهوست بورشن. اذا كان هذا نيتورك بورشن وهذا نيتورك بورشن ايضا راح ننزل لهم 4 5 6 7 8 من بتات، كلهن وحدات. هذني راح يجن هسه شنو؟ راح يجن هوست بورشن، هذا وهذا، لهذا راح نمثلهم بدوت 1 2 3 4 5 6 7 8. 252 ايضا هوست بورشن راح نمثلها باصفار 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 وحدات بثمان اصفار، دلالة انه هذا نيتورك بورشن ودلالة انه هذا هوست بورشن بهذا الشكل. نعطينا مثال، يقول فور اكزامبل، مثال the corresponding subnet mask for class A IP address will be هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت 1 2 3 4 5 6 7 8. ليش؟ لان بالكلاس A، كلاس A IP address هذا فقط هو هوست، والباقيات شنو؟ العفو بالمقلوب، هذا فقط هو نيتورك بورشن والباقيات هن هوست بورشن، والباقيات هن هوست بورشن. هذا في حال كلاس A. كلاس B نيتورك بنيتورك دوت، والباقيات الاثنين هن هوست بهوست، هذا اللي نعرفه. وبالتالي هذا راح يكون 255 دوت 255 لما نحوله الى الباينري دوت 0 دوت 0. هذا في حال كلاس B. في حال كلاس A اللي هو هذا راح يكون 255 دوت 0 دوت 0 دوت 0، هذا للكلاس A. كلاس C نعرفه كل الزين، ثلاثة نيتورك واخر بايت هو راح يكون الهوست، فراح يكون 255 255 255 دوت صفر بهذا الشكل، تمام يا اخوان؟ نعطي طبعا مثال هنا الثاني، كلاس B اي بي ادريس راح يكون مجموعتين وحدات ومجموعتين اصفار، وحسب ما موجود هنا في هذا الجدول. كلاس A هذا السبنت ماسك مالته، كلاس B هذا السبنت ماسك، كلاس C هذا السبنت ماسك. طبعا هنا اكو عندي شنو؟ اكو عندي مجموعة من الأمثلة، تمارين تقدرون تمرنون بإيدكم عليها. يريد السبنت ماسك، يعني هسه هذا الاي بي ادريس اول واحد 177، ما دام 177 عرفنا رأسا مباشرة انه هو كلاس بي، واذا كلاس بي
ما دام كلاس بي معناها اول اثنين من جهه اليسار هم نتورك بورشن، معناها راح يصيرون 255 دوت 255. اخر اثنين اللي هو هم 18 والاربعه هم هوست بورشن، فراح يصيرون دوت 0 دوت 0. فالسبنيت ماسك راح ينكتب هنا 255 دوت 255 دوت 0 دوت 0. هذا الخاص باول واحد، الباقي تقدرون تمرنون ايديكم على الموضوع مالتهم. زين، نجي عملية جدا مهمة اللي هي الاندينج بروسيس. كل الاجهزة الموجودة بالشبكات وتحديدا وخصوصا الهوست والراوترز تستخدم الاندينج بروسيس. شنو يعني اندينج بروسيس؟ على سبيل المثال انا عندي حاسبة اولى، عندي بي سي 2، عندي بي سي 3، هاي هنا بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3. على سبيل المثال هذا الاي بي ادريس مالته 192 168 10 5، هذا هنا الاي بي ادريس الها 193 166 5 8، وهنا الاي بي ادريس مالته 192 167 110 دوت 8. هذن كلهن على 24، على 24 وهنا 24. شنو هو هذا ال 24؟ هذا ما نعرفه. شنو هو هذا ال 24؟ العفو، هذا 192 ايضا، خليه 192، غلطت بي قبل شويه. شنو هو هذا ال 24؟ هذا ال 24 يشير الى عدد الوحدات الموجودات وين؟ بالسبنيت ماسك. يعني شنو على 24؟ معناها 255 255 255 دوت 0، هاي ال 24 معناها هيك. شلون منين جتي؟ عدد الوحدات الموجودات بالسبنيت ماسك هذه، هاي نسميها طبعا السي اي دي ار نوتيشن، عدد الوحدات الموجودات بالسبنيت ماسك. هنا 8 وحدات، هنا 8 وحدات، هنا 8 وحدات، 8 ب 8 ب 8 معناها 24، معناها 24. هذا عدد الوحدات الموجودات بالسبنيت ماسك كليتها على 24. هاي الحاسبة تريد ترسل بياناتها لمن؟ تريد ترسل بياناتها لمن؟ اي تمام، هاي الحاسبة تريد ترسل بياناتها مثلا الى هاي الحاسبة، ومباشرة راح تشوف الاي بي ادريس مال هاي الحاسبه اللي هو هذا. ايش راح تسوي له؟ وتاخذ الاي بي ادريس مالتها. زين، ايش راح تسوي؟ راح تسوي له عمليه اندنج، تسوي لهن عمليه اندنج ويا من اندنج مع السبنيت ماسك. يعني شلون؟ يعني تاخذ الاي بي ادريس مالتها اللي هو هذا 192 168 10 5، تسوي له عمليه اندنج اللي اخذتوها بالمرحله الاولى لوجيك اندينج، يعني 1.1 1 1.0 0 مع السبنيت ماسك اللي هو 3255. تشوف النتيجه وتاخذ الاي بي ادريس مال الديستنيشن اللي هو 192 167 اللي هو هذا دوت 110 دوت 8، ايضا تسوي له اندينج مع السبنيت ماسك وشوف النتيجة. إذا النتيجة نفس النتيجة نفس النتيجة، شنو معناتها إذا كانت النتيجة نفسها؟ معناها أنه الحاسبتين موجودات وين؟ موجودات same شنو؟ same local area network، في نفس الشبكة، موجودات في نفس الشبكة. وإحنا نعرف كل الزين، نعرف كل الزين، مدام حاسبتين موجودات في نفس الشبكة ما راح نحتاج إلى شنو؟ ما راح نحتاج إلى راوتر، سويتش أو هاب يكون جدا، او بريدج يكون جدا كافي، يكون جدا كافي. لكن في حال اذا هذني النتيجتين طبعا مو نفس الشيء، اذا طبعا مو نفس الشيء معناها هذا موجود بنتورك وهذا موجود بنتورك ثانيه، ومعناها راح احتاج الى شنو؟ الى راوتر حتى اربطهم. معناها راح احتاج الى راوتر حتى اربطهم. يا شباب راح ناخذ هذا هنا جوا
مثال، شنو هذا المثال؟ يقول لك هاي الحاسبة اللي هي اسمها host A، وهاي الحاسبة اللي هي اسمها host B. بالحالة الأولى هذا الـ IP address لها، وبالحالة الثانية الـ host B هذا الـ IP address مالتها مع الـ subnet mask. لما هذا الـ IP address مالتها والـ subnet mask، ولما هذا الـ IP address مالتها والـ subnet mask، هذا هنا الجهاز الـ intermediate device، يعني الجهاز الوسطي، شو راح نخليه؟ راح نخليه switch لو router. شلون أعرف؟ أسوي شنو؟ أسوي عملية أندينج. شلون يعني؟ راح نحل هذا المثال. هاي هنا الكيس 1، الحالة الأولى. بالحالة الأولى الهوست A IP address اللي هو هذا 192.168.168.10.33، حولته إلى باينري 4، وحولت ويا السبنيت ماسك اللي هو هذا 355.0 8 وحدات حولتهن هاي أصفر. سويت عملية AND 1.1.1 ويا الواحد 1.0 ويا الواحد 0، وهكذا كملت للأخير وحولته إلى شنو؟ وحولته إلى حالته الديسيمال. هذا بالنسبة للهوست A، هاي بالنسبة للهوست A. بعدين رحت إلى الهوست B اللي هو هذا الـ IP address مات 10.22، نزلت هنا 192.168.10.22، تمام؟ العفو بالمقلوب 22.33، يعني عكس الحالة، أنا عكس الحالة 33 وهنا 22، وهنا معكوسات، يعني هنا 22 معناها هاي هنا مو هوست A وإنما هنا هوست B، وهنا هوست B عاكسهن، هنا هوست A وهنا هوست A بالمقلوب، ما راح تفرق ويانا. المهم فسويت أندينج اللي هنا هسه للهوست A، سويت أندينج طلعت لي شنو؟ طلعت لي هذه النيتورك اي دي، وطلع لي هذا النيتورك اي دي. هسه راح نسأل نفسنا 192 نفس 192، 168 نفس 168، 10 بصفر 10 بصفر، معناها الحاسبتين بنفس الشنو؟ بنفس اللان، بنفس اللوكال اريا نيتورك. مدام بنفس اللوكال اريا نيتورك، مدام اثنيناتهم بنفس اللوكال اريا نيتورك، معناها شنو هذا الجهاز الوسطي في هاي الحالة؟ في هاي الحالة الجهاز الوسطي راح استخدمه هو سويتش او برج، ما استعمل هب، ما نستعمل هب. في هاي الحالة الكيز 1 الجهاز راح نستعمله اما سويتش واما برج. يا شباب نفس الشيء عيدوا للحالة الثانية والحالة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، في كل مرة في كل مرة قارنوا النيتورك اي دي اللي راح يظهر عندي، مرة راح استخدم سويتش او بريدج، ومرة راح استعمل راوتر، لازم استعمل اما سويتش او بريدج او لازم استعمل راوتر. طبعا هاي هنا الحالة الثانية انا حالها لكم، هنا اطلع عندي النيتورك اي دي 223 من اول شيء 223، وهنا شنو من اول بايت، وهنا 197، معناها مدام مختلفات معناها احتاج شنو؟ معناها احتاج راوتر حتى أسوي عملية الاتصال الخاصة في هذه الشبكة. أتمنى يكون موضوع المحاضرة اليوم واضح بالنسبة لكم يا شباب. طبعا باقي الحالات من 3 إلى 6 هاي هومورك عليكم وتتحلوها. أتمنى لكم التوفيق والصحة والموفقية. مع السلامة يا شباب.